السلام عليكم، اشخباركم؟ لاباس عليكم وعواشر مبروكه ان شاء الله، الصحه والسلامه، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جيت نشارك معكم هذا الحليوه ديال الغافاييلو. سهله سهله مهله، انا دائما تحت الشعر اي حاجه سواء مالحه سواء حلوه سهله مهله. شكرا للحباب ديالي، شكرا للبنات الاوفياء، شكرا لصديقاتي الغزالات اللي متابعيني بكل حب. الله يخطيكم، واللي اول مره غادي يشوف الفيديو ديالي ميم شوز، نقول له غتنورني، مرحبا بيك. ويلا تشوفوا سهله مهله خفيفه، وسيرتو كيبغيوها الوليدات. انا دائما راني كنقلب حتى على الحلوه تكون شي حاجه اللي كيبغيوها الوليدات. يلا حبوباتي مرحبا بكم، وعلى بركة الله البنات نبداو. الكوك هو الأساسي، شوكولا بلون ونسلي باش غادا نخلط الكوك، نواد كوكو. وأي بولات ديال الشوكولا عندكم اللي عندكم، أنا تصابت عندي ميلكا غادا نخدم بميلكا. هي إلا بغيتو تخدمو زعما كيما أي هذا مالتيزاغس مزيانة، تا هاد الميلكا تا هي زوينة. المهم شوكولا في الوسط ديالها ولا كيندر ولا شي حاجه ما تكومبليكيش لي شوز، المهم راه غادا تجي زوينه وخلاص. يلا على بركه الله غادا نطحن هذا الكوك وعاد باش نخلطو مع نيسلي. وعلى هنايا طحنت الكوك هكا، غادا ندير نسلي حتى نتحصل على العجينه اللي بغيت متماسكه تكون كتجمع. وفوالا، وغادا نحط دابا هذاك الشوكولا بلو، غادا نديرها باماغي باش تذوب لي. نرجع معاكم. انا دولت الشوكولا ونبدا ناخذ بحال هكا نحل. البنات الا ما كانش عندكم الشوكولات خذوها من السهله، ديروا لوزه الوسط وصافي هكا، نسد عليها بحال هكا. كتجي حليوه زوينه، وبالنسبه للدراري كتعجبهم بزاف بزاف. فوالا، غنبقى هكذا حتى نكمل القياس اللي عندي. كما قلت لكم الا ما كانش الشوكولا تقدروا تخدموا باي شوكولا، ماشي بالضبط هذا اللي انا خدمت بيه. وهنا كملت كاع الشكيلات ديالي، دابا غادي نديرهم في الشوكولا ونديرهم في هذا في الكوك هكذا، غنديرهم ديريكت في الكواطات ديالهم. فوالا صافي، غنبقى بحال هكا حتى نكمل كلشي. وهنا كملت كامل، غنحطهم في الثلاجة واحد ساعتين هكذا سي بون. فوالا، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغفايري ديالنا. صراحه جات اكثر من رائعه في المذاق، زوينه. اتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، خصوصا الوليدات غادي يحماقوا عليها.
ما خشيتهاش، ما حطيتهاش في الثلاجه البنات، اي خليتها واحد ساعتين صافي. وبين ما هذا بين ما نشف هذاك الشوكولا فوالا. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك، وعلاش لا بارطاج مع الحباب ديالكم باش تعمل فائده حلوه هكذا خفيفه بريستيج زوينه تصلح بزاف ديال المناسبات. الفيديو ديالي في النهايه ديالو مبقى لي الا نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا على تعاليقكم، دائما في انتظاركم، لهلا يخطيكم، مع السلامه.